ايجيبت ومعايا بس ايكو بلانيت. رحنا النهارده لدكتور مصطفى اسامه عشان نعمل هوليوود سمايل بتاعتنا. كانت اكسبيرينس حلوه صح؟ أيوة. طبعا انا بجد عايزه اشكر دكتور مصطفى قوي. عايزه اقول لكم ان انا كنت خايفه جدا جدا وكنت حاسه ان انا هتوجع ومش هعرف اكل وحاجات كتير كده، بس لا الموضوع اختلف خالص معايا والموضوع حتى ما خدش سيشن واحده يعني ما خدش وقت خالص من الدكتور وما كانش فيه اي بين. بجد لازم تيجوا تجربوها، اكسبيرينس حلوه قوي. حلوه قوي. ثانك يو دكتور مصطفى. باي.